وبالعودة إلى أحداث مدينة تزربو معنا عبر الهاتف اللواء محمد الغصري. سيادة اللواء، هل أنت في الاستماع إلي؟ نعم في الاستماع. في البداية نرحب بك عبر قناة التناصح، ونريد منك أن توضح لنا جلية الأحداث. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية ليك وإلى مشاهديك الكرام. طبعا ما حدث اليوم في تزربو سقوط ضحايا نحسبهم من الشهداء يا رب العالمين. طبعا إلى مداخلتي هذه، ولم تعلن داعش مسؤوليتها عن هذا الهجوم على مركز الشرطة وعلى مدينة تزربو. طبعا قد تكون الهجوم هذا قد يكون من قوات متمردة في الجنوب، لأن الجميع يعلم أن الجنوب مختلط من كل التنظيمات الإرهابية، داعش وكذلك العدل والمساواة وكذلك قوات شدية. قد تكون دوافع هذا الهجوم الاستيلاء على بعض الأشياء من داخل مدينة تزربو. طبعا قلت أنا إلى حد الآن لم تعلن داعش مسؤوليتها، نعم معنا في احتمالات كثيرة جدا. نعم سيادة اللواء، نعم. وتكررت هذه العملية، تكررت في الفقهة وغيرها من الهجومات. نعم سيادة اللواء، كيف ترى كيف سيادة اللواء محمد الغصري؟ هناك خطة في الجنوب ومنطقة الجفرة، خطة استخباراتية الهدف منها هو جعل هذه المنطقة رخوة وتكون سهلة للانقضاض عليها من أي قوة خارجية. طيب سيادة اللواء، ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لردع التنظيم عن الهجوم عن مدن أخرى؟ قد تكون هناك مدن أخرى في مخططاتهم سوف تنال هذا الهجوم مثل ما نالت قبلها. والله بالتأكيد، طبعا لابد أن نحيي ونرفع التحية لأهلنا في تزربو اللي اتحدوا على كلمة واحدة واتحدوا على طرد هذه المجموعة، إذا كانت داعش أو إذا كانت من قوات متمردة من دول الجنوب، الدول الأفريقية. لابد أن كل منطقة ما تأمن نفسها في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية، واللي الآن نطالب بقوة توحيد المؤسسة العسكرية، توحيد الجيش الليبي في تحت قيادة مدنية. لابد أن يتنادى ضباط الجيش لحماية الجنوب ولتوحيد المؤسسة العسكرية. نعم سيادة اللواء، أنتم كأحد قيادات ونواة الجيش الليبي الجديد المتمثلة في قوات البنيان المرصوص، ولديكم باع طويل في محاربة الإرهاب في مدينة سرت وما حولها، لماذا لم تتوجه منكم قوة لتأمين المناطق الموجودة في الوسط الجنوب وفي الجنوب الشرقي بالتحديد؟ نحن لا نبخل عن التوجه وتقديم الدعم لأهلنا في الجنوب، ولكن هذه يكاد لابد تحتاج إلى تنسيق من المجلس الرئاسي وتكليف من المجلس الرئاسي وتوفير المعدات والأسلحة لمجابهة هذه التنظيمات الإرهابية. اللواء محمد الغصري ناطق باسم عمليات البنيان المرصوص، كنت معنا في هذه المداخلة، نشكرك جزيل الشكر.